أعزائي مشاهدي قناة الصحة والجمال، أهلا وسهلا بحضراتكم وأسعد الله مساءكم. طبعا ده برنامجنا صوت الناشئين كالمعتاد كل يوم ثلاثاء في 11 نلتقي مع بعض. طبعا صوت الناشئين هو صوت لكل أندية الدوري الممتاز وكل أندية القسم الثاني ومراكز الشباب، كل ما يخص قطاعات الناشئين هنكون معاكم في برنامج صوت الناشئين. اسمحوا لي في البداية أعزي النجم الكابتن محمود العارف ووفاة والده اليوم، بنتمنى له يا رب الصبر والسلوان الكابتن عارف، وربنا يرحم والده ويجعل مثواه الجنة إن شاء الله. كما أيضا برضو يعني بنعزي أسرة نادي المصري وشعب بورسعيد في وفاة اللاعب عبد الرحمن هاني حمدان لاعب نادي المصري البورسعيدي اللي توفى أثر أزمة قلبية أثناء مشاركته في مباراة خماسية. طبعا يعني بنعزي أنفسنا وبنعزي أهل بورسعيد في وفاة اللاعب عبد الرحمن هاني حمدان، وهاني حمدان هو نجم من نجوم المصري في عصره الذهبي. اسمحوا لي زي ما تعودنا هيكون معايا فقرة نجوم الجد، هيكون معايا اللاعب محمد أشرف لاعب نادي إنبي مواليد 2006، وفي الفقرة الأخيرة هيكون معايا نجم كبير الكابتن صبري سمير، وبنفتح ملف الاستثمار الرياضي. الأخبار طبعا معانا أخبار سريعة من جديد كالعادة، كابتن مصطفى يونس يواصل هجومه على قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. هاجم الكابتن مصطفى يونس مسؤول قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وقال أين قطاع ناشئين النادي الأهلي، وأكد أنه لاعب للفريق الأول وعمره 19 سنة أمام النجم حمادة إمام. نادي الإنتاج الحربي يعيد اللاعب الهارب عبد الله هشام الشهير بشيكا. كان طبعا زي ما حضراتكم عارفين التفاصيل إن هشام لاعب نادي الإنتاج الحربي سافر لأسبانيا، لكن قدر المسؤولين في نادي الإنتاج برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس الإنتاج الحربي إنه هو يقدر يرجعه اللاعب تاني، وتم عمل عقد للاعب لتصعيده للفريق الأول، وديت سياسة هيتبعها الفترة اللي جاية كابتن مختار مختار. طبعا بالتعاون مع الكابتن ماهر همام رئيس قطاع الناشئين، ويمكن في أكتر من لاعب يمكن على رأس الأسماء أحمد إبراهيم جلبرتو لاعب مواليد 2001 أيضا اللي هو تحت الميكروسكوب. الزمالك يستعين بخمس لاعبين للاستعداد لمواجهه المصري. يمكن شهدت التدريبات الاخيره الجماعيه لفريق نادي الزمالك بمشاركه ثنائي الناشئين مصطفى شعلة لاعب وسط، وعلاء يحيى ظهير ايسر مواليد 2000، بجانب يوسف محمود مدافع فريق 2000، وحسين فيصل واحمد عيد. برضو اسمحوا لي اشكر وهني مجلس مركز شباب ديروت الشريف، يمكن وفانا بالخبر الاستاذ جمال جباره بين الفريق مركز شباب ديروت. طبعا حصل على المركز الثاني بعد هزيمته من مركز شباب الوسطى 1-0، وطبعا مركز شباب ديروت بأقل امكانيات بياخد على مستوى اسيوط ومستوى دوري مراكز الشباب المركز الثاني. اسمحوا لي هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل هنستقبل نجم بكره اللاعب الموهوب محمد اشرف لاعب مواليد انبي 2006. اهلا بكم من جديد، يعني يسعدني يكون معايا في فقره نجم بكره ومستقبل بكره لاعب انا يعني يا ريت تفتكروا الاسم ده كويس، محمد اشرف جمعه مرازيق لاعب نادي انبي 2006. اهلا بيك يا محمد. ازيك يا كابتن؟ الحمد لله. نورت صوت الناشئين. بنورك يا كابتن والله. احكي لنا بقى ابو حميد كده بدايتك، انا يعني عايز اعرف، لان انت يعني احنا ما اتكلمنا كتير قبل الهوا،
لقيت تايلاند ولقيت سفريات كده، احكي لي بقى كده والساده المشاهدين يعني لا والله يا بداياتك. كابتن، انا بدات كوره وانا عندي 5 سنين. بدات اول حاجه رحت اكاديميه الاهلي، قعدت فيها سنه. بعدين جت امتحانات ليا، فوالدتي يعني ما رضتش توديني بقى في فتره امتحانات وكده، أكيد. فانقطعت بقى عن الكوره، يعني انقطعت عنها شهرين كده. ورجعت بقى على نادي عرب الحصن مع كابتن عبد الحميد العجوز وكابتن عاطف، لعبت معاهم سنه، كنت الهداف فيها ب 36 جون يعني. وفي ماتش لينا يعني مع انبي، فكنت عامل اداء كويس يعني. فكابتن كابتن إسلام إمام اسلام محمدي. امام اعجب بيا يعني، وقال لي تيجي عندنا اختبارات يعني. انا سمعت ان هو خدك على طول من ايدك من الملعب ما ومضيت ده على لما انا طول. رحت عندهم، فروحت هناك واختبرت. اول ماتش ليا كان مع دجله، دجلة. فنزلت كده، نزلني في الشوط الثاني، نزلت جبت 3 جوان. فكابتن امام محمدين وعجب بيا يعني، وقال لي عايزك تمضي معايا وكده. بعدين كابتن اسلام خدني ووداني لاخويا الكبير وائل، وداني بقى لاخويا الكبير وائل وقال له عايز ورقه وكده. وبابايا اصلا ما كانش موجود اصلا في مصر يعني، كان في تايلاند. فبعديها بقى اتقيدت بقى في انبي. ده انا يمكن نسيت تقول ان انت كنت برضو معاك الحارس لا، نور. نور كان معايا في نفس الاختبارات يعني. واتاخدوا الكابتن اسلام شاف كتر اتنين، خدنا احنا الاتنين خدك مع انت بعض. والحارس المرمى نور عمر. اسمح لي اشكر كابتن اسلام امام محمدين، برغم ان هو اداري، خدت بالك بيعمل اداري في داخل منظومه نادي نادي الانبي، لكن هو عينه حلوه وقدر ان هو يستقطب حارس مرمى محترم ولاعب كبير زي محمد اشرف. وبعدين انت مش بعيد عن المنظومه الرياضيه يا محمد، يمكن اشرف جمعه مرازيق معروف يعني ان هو كان نجم البلاستيك في العصر المحترم، وطبعا عمك اسمح لي اوجه له الشكر الكابتن عيد مرازيق المدير الفني للبنك الاهلي اللي عامل نتائج هايله. يعني انت مش بعيد داخل منظومه الرياضه برضه. ايوه والله. احكي لي بقى منتخب 2006 وانت دلوقتي متواجد في فترات التجمعات الحمد بتاعت لله كابتن، المنتخب. في منتخب 2006 مع كابتن عز وكابتن محسن. فالحمد لله يعني ماشيين كويس في المنتخب وتمرينات وفي انبي كابتن ميدو يعني وكابتن جابر. ايوه. فالحمد لله يعني مأدين أداء كويس أوي يعني في الماتشات بتاعتنا الحمد لله يعني، وجهاز فني محترم طبعا إن كان في المنتخب أو في إنبي يعني. بمناسبة الكابتن محمد محسن هاشم، اسمح لي أعزيه في وفاة خالته، توفت النهاردة، يعني بنقدم لك التعازي يا كابتن محمد، كابتن محمد محسن هاشم، والبقاء لله، ربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة يا رب العالمين. قول لي بقى، في ماتش المقاولين انتهى التعادل 1-1. ايوه. انا فوجئت بان انت بتلعب وعظمه الترقوه مكسوره واشتباه في كسر في الضلع، ايه الروح القتاليه اللي انت كنت بتلعب بيها ده؟ ايه اللي يخليك النهارده ان انت تتحمل كده؟ ايه ده؟ يعني لا الحمد لله كابتن، كان اهم ماتش لنا في الدوري طبعا مع المقاولين، فريق كبير، فكان من اهم الماتشات. فلو كسبناه يعني كنا نستريح، كنا نبقى اول بفرق النقاط عن المقاولين. فكان بقى كل لعيب فينا طبعا كان نازل بروح قتاليه، وكل لعيب فينا عايز ينزل يكسب. ايوه محمد، انت النهارده بتلعب وانت يعني العظمه مكسوره واشتباه في يعني انا قاعد في المباراه، فوجئت بعد انتهاء المباراه والحكم بين المباراه بالتعادل لقيتك وقعت. يعني هل انت برغم ان كان في تغييرات لسه ما موجوده مع الكابتن ميدو، لكن انت تحملت ازاي؟ يعني انت ايه الاصرار والعزيمه اللي جواك؟ هل ده يعني غل في نادي المقاولين ان انت مش عايز تخرج، ولا ده روح وانتماء؟ يعني انا لا عايز احنا افسرها. انا كابتن بحب نادي طبعا انبي، نادي كبير وانا بقالي فيه 5 سنين، فعايزين نكسب طبعا وعايزين نفرق وعايزين ناخد الدوري. فكل لعيب فينا مش عايز يطلع من الملعب، عايز يأدي وعايز يطلع المستوى بتاعه. فالحمد لله انا لما اتصبت وما قدرتش اكمل، بعدين كابتن ميدو يعني قال لي تقدر وبتاع، فكملت. وبعدين بعديها ب5 دقايق يعني ما قدرتش خلاص فعلا وقعت، فرحت واقع. فبعديها بقى الدكتور نزل لي وبتاع. انا بقول يعني انا على فكره محمد، الروح دي مش موجوده عند بعض لعيبه الدرجه الاولى.
ده في بعض اللعيبه بتهرب من المباريات، بيدعوا الاصابات كمان. لكن انت النهارده يعني انا بحييك وبحيي فيك الانتماء وحب النادي، وان انت مش عايز تخرج من الملعب غير لما تطمن على النتيجه بتاعت فرقتك. انا يعني بهنيك. اخدك بقى لسكه تانية كده بقى، قول لي بقى مين مثلك الاعلى كده في الدوري المصري والدوري الاوروبي. لا في الدوري المصري انا بحب جدا يعني رمضان صبحي، بيعجبني لعبه جدا. وفي اوروبا طبعا كريستيانو رونالدو طبعا، عشان يشتغل على نفسه وبيطور من نفسه، فهو ده في اوروبا. وفي مصر يعني انت جبت اتنين يعني رمضان يعني من الحاجه اللعيبه المحترمه. وطبعا الاحتراف في سن صغير، يعني انت بتحلم بالاحتراف في سن صغير يا محمد؟ ايوه ان شاء الله طبعا، ان شاء الله يعني نحترف في سن الصغير طبعا، بتفرق كتير يعني عن يعني حاطط خطه كده قدامك يعني ان شاء الله يعني ان شاء الله ان انت تلعب درجه اولى الاول في نادي انبي مثلا؟ ايوه ان شاء الله. ولا انت عايز تحترف قبل ما يعني هي فكره الاحتراف قبل طبعا، عشان لعب اوروبا طبعا يفرق كتير عن لعب مصر طبعا، من ناحيه الاجواء هناك والملاعب والتاهيل لعيبه. ففي اوروبا حاجه تانية خالص طبعا. طب انت ايه رايك بقى يعني النهارده انت ما تعملكش عقد مثلا؟ في مشكله احنا بنواجهها، يمكن لسه كنا في الاخبار بنقول عبد الله هشام لاعب الانتاج الحربي، وفي لعيبه في نادي الاهلي، وفي عندكم الغديري في انبي راح الجزيره الاماراتي، في بعض اللعيبه بتهرب قبل ما تعمل عقد. يعني هل انت تعتبر دي مثلا خيانه للنادي، ولا ده طموح انت عايز تحققه؟ يعني النادي ده له حق عليك. هو ليه طبعا حق عليك طبعا، تعب معاك طبعا، وهو اللي اهلك اللي انت تسافر بره. ف يعني المفروض طبعا تستاذن النادي قبل ما تعمل اي خطوه طبعا. فلازم يعني لو جيت احترف بره طبعا تقول للنادي، وهو يوافقك طبعا عشان هو يتمنى لك الخير طبعا. اكيد. بس في بعض اللعيبه بقى عارف يا محمد يقول لك ايه، انا لو اتعمل لي عقد النادي مش هيسيبني، وهيقعد يطالب بمبالغ ماليه كبيره وجالي فرصه احتراف، فبيفكر ان الهروب. بالرغم بالعكس، ان انت لما تطلع معزز مكرم من ناديك، يعني زي الاعارات مثلا، في نادي ممكن يطلع لاعب اعاره بدون مقابل، وفي نادي يقول لك لا انا بعزز اللاعب، لا انا عايز مقابل مادي حتى لو مقابل قليل. لا انا كابتن امام محمدين طبعا، ده كابتني طبعا، ده اسطوره. مش كابتنك بس، ده كابتنك طبعا. هو كلهم. يعني هو اللي خلاني يعني العب كوره في انبي. وكنا مع بعض احنا في كويت، كان عندنا دوره في بطوله الكويت. احكي لي عنها. لا الحمد لله طلعنا ثالث، خسرنا من الاردن، خسرنا ضربات جزاء الحمد لله يعني على كل شيء. خسرنا 2-1 في اخر ضربه جزاء جت في العارضه من علي ايهاب. يعني خسرتوا من اي فرقه؟ العرب الكويتي ولا الاردن؟ الاردن. الاردن. كنا بنلعبهم، محسن جاب جون، بعدين انا جبت ضربه الجزاء الثانيه، بعدين علي ايهاب دخل حطها في العارضه الحمد لله يعني، هو مكتوب لنا كده. فطلعنا ثالث الحمد لله يعني، وكنا من افضل فرق في البطوله طبعا. احنا كسبنا كويت ورغميه في كويت. طبعا كسبنا فرقه الكويت وعملنا عليه ماتش كويس جدا. تابعتها عبر السوشيال ميديا؟ كنا مسافرين انا وكابتن، احنا وكابتن امام. كابتن امام فعلا كان متواجد. عماد جابر. كابتن اعتقد عماد جابر مدير القطاع كابتن محمد ابراهيم كان موجود. لا كابتن عماد جابر. كابتن عماد جابر. كانت بطوله حلوه جدا طبعا، واضافه لينا، اضافه كبيره طبعا، واستفدنا منها حاجات كتير طبعا. منها استفدنا يعني طبعا خبرات، وان انت تشارك واللي انت تسافر صغير والاعتماد على النفس وكده طبعا. انت شايف ايه الفرق بينه وبين دوره الصيد بقى؟ يعني دوره الصيد الدوليه اللي لا دوره الصيد انا لعبتها 3 مرات. في فرق كبير ما بين الدوره دي ودوره الكويت؟ هو بره ما فيش فرق كبير طبعا، بس بره التنظيم. تنظيم بره التنظيم، والجمهور ما بيتحركش ولا يعني طبعا معسكر رجاله. وبعدين انت بتلعبش باسم انبي، ده انت بتلعب باسم مصر. مصر طبعا. احنا كنا بره باسم طبعًا. مصر. فكنا بره برضك، كنا بره بنعمل اكبر مجهود لينا، وكنا بنلعب واحنا صايمين كمان، او كانت في رمضان. كانت مثلا على الساعه 3 4 كده، كنا بنلعب واحنا صايمين. ورغم كده كنا بنأدي وكده، كانوا اللعيبه بتاعت الاردن وكل ده كانوا بيفطروا. احنا كنا بنصوم كلنا. احنا المصري عبر خط بارليف وهو صايم. هو ده المصري اللي بيبان وقت الشدائد. وانا زي ما انت قلت دلوقتي كلمه وانا بلعب وانا صايم، هو ده الاحساس اللي اداني انطباع ان انت تلعب وضلعك مكسور او في اشتباه في كسر.
هو ده هو ده هو ده البني ادم المعدن الاصيل المصري الاصيل. محمد يعني اسمح لي كده، يعني طموحاتك ايه في دوره يعني طوكيو 2020 مع منتخب القاهره؟ يعني انا نفسي ان شاء الله تبقى موجود وانت بتجتهد، وان شاء الله هتكون موجود باذن الله. طبعا مستواك هو اللي هيقول اللي كنت موجود، لكن انا عن نفسي كمشاهد انت من اللعيبه الكبيره قوي. يعني انت بتحلم بايه في طوكيو؟ احنا كابتن عز يعني قال لنا احنا مش عايزين نرجع غير ومعانا البطوله طبعا ان شاء الله يعني، وان شاء الله هنأدي فيها طبعا ونطلع كل اللي عندنا، عشان احنا بنلعب باسم مصر وكده، ما بنلعبش باسم نادي، بنلعب باسم مصر يعني. فكل واحد فينا طبعا هيطلع احسن مستوى عنده وافضل المستويات يعني، وان شاء الله هنجيب البطوله طبعا. ابو حميد قول لي بقى كده كلمه اخيره بتحب توجهها لحد عزيز عليك، حد واقف في ظهرك، حد بيساندك. طبعا اكتر واحد بيساندني طبعا في حياتي طبعا والدي طبعا، بابايا ربنا يخليه ليا طبعا. طبعا هو طبعا يعني في اي حاجه بيقول لي، هو اللي بيقول لي اتمرن، هو اللي بيقول لي شد حيلك وعايزك تبقى احسن. طبعا لعيب كبير وفاهم وبيوجهك صح. انا بشكرك يا محمد، وعلى وعد ان ده مش هيكون اخر لقاء ان شاء الله، وهتنورنا دايما في صوت الناشئين، لان انت من اللعيبه المميزه، وانا يعني في اتفاق ما بيني وما بين الكابتن عز وبعض المسؤولين في منطقه القاهره، قبل السفر هنستضيف مجموعه كبيره من اللعيبه وهيكون موجودين معانا في استوديو صوت الناشئين، وان شاء الله تكون منهم ونقدر نودعك وانت مسافر، ونستقبلك وانتوا جايين باذن الله بالبطوله ان شاء الله. شرفتنا ابو حميد واشكرك لحضورك. تسلم كابتن محمد. اسمحوا لنا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، وهنستقبل ضيفنا الكابتن صبري سمير نجم نادي المقاولون العرب وسموحه ونادي القناه، وفتح ملف كبير جدا الاستثمار الرياضي بعد الفاصل. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، وزي ما انا قلت قبل الفاصل هيكون معنا ملف قوي جدا جدا. يمكن اصبحت معظم انديه مصر واغلب الانديه النهارده بتدور على الاستثمار نظرا لقله الموارد الانديه. هيكون طبعا حوار شيق جدا. اسمحوا لي ارحب بالكابتن صبري سمير نجم نادي المقاولون العرب وسموحه ونادي القناه، والمدرب يمكن من سنتين كان بيمرن في عمان. اهلا بيك كابتن صبري. اهلا بيك كابتن محمد، انا سعيد جدا ان انا موجود مع حضرتك النهارده، وسعيد اني موجود في برنامج صوت الناشئين. يا رب يخليك يا كابتن. طبعا يعني انا عايز برضو الساده المشاهدين يمكن ما يعرفوش صبري سمير، يعني انا عايز بطاقه تعرف على السريع كده نوضح للناس، لان الناس بل لازم يكون المستثمر ده يكون ايده في داخل المنظومه. اكيد طبعا. يعني في عجاله كده بطاقه تعرف مع الجماهير. اولا طبعا الحمد لله انا لعبت في نادي المقاولين العرب، لعبت في نادي المعادن. نادي المعادن دي كان بدايتي، صعدت معاهم دوري ممتاز. كان ماسكني كابتن محمد صلاح. الحمد لله احترفت بره في الاردن، وبعد كده رجعت المقاولين العرب، حصلنا على كاس مصر كاس السوبر، وصعدت معاهم دوري ممتاز. لعبت في نادي الترسانه، كابتن شاكر عبد الفتاح برضو الحمد لله يعني صعدت معاهم برضو. لعبت في سموحه، بعد كده احترفت بره تاني في الاردن. لعبت في القناه، ولعبت في القناه طبعا مع الكابتن يوسف عبد الغني. كابتن يوسف عبد الغني طبعا، كابتن يوسف طبعا من المدربين المحترمين جدا. وبعد كده احترفت بره، رحت احترفت في الاردن شباب الاردن والعربي، وبعد كده رحت مرباط العماني. ده اللي انت مرنت فيه من سنتين؟ اللي جالي عرض فيه ومسكت فيه. لا طبعا تاريخ مشرف وزفير مشرف ليك يا كابتن صبري. طبعا بعض المشاهدين يمكن ما يعرفوش ان الكابتن صبري سمير هو يمكن اول من خاض تجربه الاستثمار في نادي كبير زي نادي المقاولون العرب، يمكن الموسم الماضي والسنه دي برضه تم تجديد العقد ليه. احكي لنا بقى عن التجربه الاولى كانت في وجود الكابتن ريعو، والتجربه الثانيه في وجود الكابتن محمد رضوان
وايه الفرق بقى ما بين التجربه دي والتجربه دي؟ طبعا اولا انا بشكر اداره نادي المقاولين العرب على الثقه اللي هم مدينها لي ديت، وتاني حاجه بشكر كابتن ريعو على ثقته برضه فيا، وهو كابتن محمد عبد الحميد. كابتن ريعو طبعا انا طرحت عليه الفكره، كان فرقه الألفين ملغيه في نادي المقاولين العرب، اقترحت عليه ان انا هاخد فرقه الألفين وهدفع مبلغ مقابل كده مادي. المبلغ ده عمل مشاكل كبيره في السوشيال ميديا لنادي المقاولين. ما هو برضو اقول لحضرتك يعني يمكن هي كانت تجربه ولازم يبقى لها سلبيات. هي فادت برضو فادت نادي المقاولين كتير. فادت نادي المقاولين ماديا، غير طبعا ان هي عملت مشاكل، ما عملتش مشاكل ولا حاجه، بس هم كان في ناس كده ايه بتحب تنخرف في حاجات ما لهمش فيها يعني. اكيد طبعا هم كتير كتير يعني الحاقدين كتير. فطبعا احنا الحمد لله السنه اللي فاتت كان واخدت فرقه الألفين، وربنا كرمني طبعا كان الكابتن ريعو وافق على الطلب. طبعا كان في 10 لعيبه كان ممكن يمشوا فرقه الألفين القديمه، تم قيدهم في القائمه، تم قيدهم معايا من دون مقابل وبدون اي حاجه. طبعا دي فادت فرقه 99 طبعا، ساعدت فرقه 99 طبعا. الناس مش شايفه الحاجات ديت طبعا. طبعا غير المبلغ اللي اتدفع في خلال الموسم برضو فاد النادي. طبعا اتكلمك فنيا بقى، بدايه الدوري طبعا احنا بدانا قبل الدوري بحوالي اسبوع، لان الفكره جت متاخره. أيوة انا فاكر. وبعد كده ما كانش في فتره اعداد، ما كانش في فتره اعداد لا. فاحنا لعبنا اتمرنا اسبوع و 10 ايام ودخلنا على الدوري على طول. فطبعا في البدايه كان الدنيا مش مظبطه، لان برضو انت بتجيب لعيب من هنا ولعيب من هنا ولعيب من هنا، فالدنيا ما كانتش لسه مظبطه. النتائج كانت الدور الاولاني مش مظبوطه، بعد كده الدور الثاني الحمد لله كان في فتره كويسه قدرنا نشتغل فيها. تفنشت في السابع. الحمد لله يعني فنشنا كويس جدا. التجربه السنه دي بقى طبعا التجربه السنه دي مع الكابتن محمد رضوان. يعني احكي لنا، قعدت مع مين في البدايه؟ ما هل قعدت مع حد في مثلا في المختص كمدير تنفيذي كحسابات؟ يعني عايزين نعرف قعدت مع مين في البدايه. لا هو طبعا قعدتي كانت من بدايتها مع الكابتن محمد رضوان. طبعا هو كابتن محمد ما كانش ليا علاقه بيه قوي يعني. فطبعا قعدت معاه، طبعا هو كان عارف ان نظام السنه اللي فاتت. المهم قعدت معاه واتكلمت معاه وبتاع، والراجل كابتن محمد يعني رحب بالفكره. خدت فرقه الألفين و2006 طبعا ضغط عليا شويه يعني، وانا جيت على نفسي شويه عشان خاطر ده نادينا طبعا، وده طبعا فضل علينا. طبعا كابتن محمد رضوان تحتسب له يعني، قدرنا ندخل مبلغ كويس لنادي المقاولين العرب طبعا. يعني فرق كبير يا كابتن، فرق كبير جدا يعني السنه اللي فاتت. والحمد لله برضو في لعيبه كويسه جدا النادي يقدر يستفاد منهم. انت النهارده في الترتيب المركز الثاني بعد الاهلي. الثاني بعد الاهلي. وبرضو كانت في حاجات يعني زي مراكز معينه كانت لو موجوده كانت زماني مع النادي الاهلي، بس الحمد لله برضو قدر الله ما شاء فعل. ال 2006 الحمد لله ماشيين كويس جدا، عاملين نتائج كويسه جدا، ماشيين اول وثاني. انا اسمح لي بس يا كابتن صبري، الساده المشاهدين يعني اللي متابعينا، هتخش على صفحه الفيسبوك نادي المقاولين 2000، بصراحه عامل شغل كبير جدا. هتتفرجوا على السوشيال ميديا حاجه محترمه جدا جدا، فيديوهات وتمرين وكاب صبر عامل شغل كويس جدا جدا من الناحيه الفنيه كمان. يعني هي مش استثماريه بحته، لكن انا اسمحوا لي بس يعني خشوا على صفحه نادي المقاولين العرب 2000، هتشوفوا شغل كبير قوي معمول من الكاب صبر والجهاز الفني اللي معاه. يعني اتفضل يا كابتن. طبعا من خلال كلام حضرتك يعني بكمل كلام حضرتك. طبعا فرقه ال 2000 و2006 مش اي حد بيدفع بيدخل معانا، لا اللعيبه كويسه جدا، اللعيبه المميزه. ان لازم هم يستفادوا قبل احنا ما نستفاد، لان طبعا لما بيجي يدفعوا مبلغ مثلا زي كده لازم يكون لعيب كويس، لان هو يقدر يعوضه بعد كده من خلال شغلنا احنا، من خلال طريقتنا احنا في التدريبات وفي الماتشات. بيقدر اللعيب يتطور ويقدر يوصل لمستوى كويس جدا، يقدر يفرق معاه في اي مكان ان شاء الله يقدر يروحه. لو كمل في النادي برضه يقدر يفيد النادي ان شاء الله. فدي حاجه بالنسبه لي انا، دي اهم حاجه عندي، ان انا اطلع لعيبه كويسه تقدر تفيد اللاعب
قبل ما تفيد النادي، وبعد كده النادي بقى يستفاد منه ان كان فنيا. لو ربنا كرم وراح اي مكان برضه نفس الطريقه، وشغال عليهم برضه يعني الحمد لله، برضه شغال بره في اوروبا. انا كنت انا عارف ان انت في بعض الامارات في عامل معاهم تواصل، وفي فرقه في فرنسا برضه عامل معاهم تواصل. يعني مش عايزين نقول اسماء الانديه، يعني مش عايزين نسبق الاحداث يعني، لكن انا عايز اقول برضه يعني استكمالا لحديثك، فعلا في بعض اللعيبه، يمكن الكابتن رضوان كان شاهد مباراه الاهلي واعجب باكتر باللاعب يوسف نيدفيد واسماعيل وممدوح ومحمد محمود، يعني يمكن عناصر كويسه جدا. يعني هو يعني اثنى عليها الكابتن رضوان، وانا عارف ان هو يعني بيدعمك بشكل كويس وفي ظهرك. لا طبعا الكابتن محمد طبعا من اول ما بدانا بصراحه يعني مساعدنا، بيقدر يوفر متطلباتنا، موضوع الملاعب طبعا، موضوع يعني نتائج الفرق الحمد لله ماشيه كويس من خلال مساعده الكابتن محمد رضوان والباشمهندس محمد عادل. طبعا بصراحه يعني دايما في ظهرنا، بشكرهم جدا على كابتن عبد الفتاح صالح المدير الاداري. كابتن عبد الفتاح طبعا طبعا كابتن عبد الفتاح بيوفر لك المواعيد ببلاش الساعه 1، خانق وانت دايما لازم انا والكابتن عبد الفتاح لازم يعني من 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 ارقى الناس اللي انا يعني شفتهم في حياتي الكابتن عبد الفتاح صالح، البشره السمراء الطيبه الجميله. طبعا يعني طبعا الكابتن عبد الفتاح من الناس المحترمه جدا يعني بامانه يعني، وبحب اتعامل معاه دايما كده، وفي محبه بيننا وبين بعضينا، دي اهم حاجه عشان المنظومه كلها تنجح. لكن يعني انا شايف اكتر من لاعب، يعني خاصه كمان 2006 يعني كمان انت ابتديت، يعني انا شفت الفترات اللي فاتت ان انت ابتديت، يمكن محمد عز المدير الفني لمنتخب القاهره ومواليد 2006 المواليد العرب، في عناصر ابتدت يتبص عليها من عندك. طبعا الحمد لله من خلال طبعا الفتره احنا اشتغلنا فيها، الحمد لله عملنا ماتشات كويسه جدا. انتوا الاول طبعا. الحمد لله فرقه الاول، فرقة ألف ماشية تاني، وفرقة به ماشية أول. فالحمد لله النتائج عندنا كويسة جدا، عندنا لعيبة مميزة جدا جدا ما شاء الله كويسة جدا. برضو عندهم إن شاء الله فرصة إن أنا أطلعهم بره مصر كمان إن شاء الله بإذن الله. دي حاجة. الحاجة التانية طبعا كان كابتن زمزم، بصراحة كان بيجي يبص على الفرقة. الكابتن حمدي برضو اسمح لنا نوجه لهم الشكر، كابتن دكتور زمزم بشكرهم طبعا، ودايما كابتن حمدي سكلة مشرفين على براعم قطاع الناشئين نادي المغرب العرب البراعم، بنوجه لهم كل الشكر والتقدير يعني. فطبعا هم بيجي يبص على الفرقه ويتابعوا الفرقه، فبصراحه في ثلاث لعيبه صعدوا من عندي لفرقه السوبر نادي المغربيين العرب، واحنا تحت امر النادي وتحت امر اي فرقه تبعنا في النادي ان احنا نقدر نساعد ونقدر نقف جنبهم، احنا تحت امرهم طبعا، لان ده نادي المقاولين العرب، ودي حاجه تسعدنا ان احنا موجودين في المنظومه دي. طيب قول لي كده بقى، ان طبعا بنوجه الشكر للكابتن محمد رضوان طبعا المنقذ، يعني الشخصيه محترمه، يمكن انا دايما بشيد بدوره في قطاع الناشئين نادي المقاولين العرب، ودايما يعني بحب اوجه رساله شكر على راس المنظومه المهندس محسن بيه صلاح والمهندس محمد عادل، اللي انا بعتبره او الناس كتير جدا هو ايقونه نادي المقاولين العرب على مجهوده الضخم. تخيل ما انت بتشوف يا كابتن صبري لا يتوانى، يعني من ورا الفرقه في مشاكلها، في فوزها، في تعادلها، في قطاع الناشئين باستمرار. فيعني انا من خلال حضرتك برضو وجودك معايا كمستثمر لنادي المقاولين ومدير فني للفريق 2000، اسمح لي اوجه لهم الشكر. تحولت لعبة كرة القدم إلى مجال الاقتصاد والاستثمار الرياضي. كلمنا بقى عن الاستثمار الرياضي في مصر بشكل عام. والله بصراحة هو الاستثمار الرياضي بشكل عام، بالنسبة للاستثمار اللي هو الفرق الناشئين، طبعا في مشاكل كتيرة جدا، مش أي حد يقدر يشتغل في الاستثمار الرياضي، ومش أي حد يقدر يخش معاه مثلا مبلغ معاه قرشين يقدر يخش ياخد فرق ويقدر يشتغل عليها، لان الاستثمار بترجع لثقافه اللعيب.
بالظبط ثقافه الشخص نفسه اللي بيدخل المنظومه عشان ياخد فرق ويشتغل عليها، لان طبعا بترجع للعيب او بترجع للشخص ده لعب فين، وصل لفين، الشخص ده يعني يقدر يدير منظومه ويقدر ينجح ولا لا. فعلا. لان طبعا انت بتاخد اسامي انديه مش قليله، فلازم طبعا تحافظ عليها. وكمان اللعيبه اللي بتيجي عايزه تستفاد، زي ما انت عايز تستفاد هي عايزه تستفاد. فعلا. واولياء امور لما بيجي يدفع مبلغ ويدفع دم قلبه ما عايز ابنه برضه يبقى كويس. فطبعا في ناس تستغل حاجه زي كده فعلا كتير كتير كتير، وبيلعب ده بده ويحط كاري ده مكان ده، وعندهمش ضمير بصراحه يعني. ففي حاجات كتيره بتبقى مش حلوه. كاب صبري معانا المداخله التليفونيه من الباشمهندس محمد عادل المشرف العام على الكوره بنادي المقاولين وعضو مجلس الاداره. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا بيك يا استاذ محمد، واهلا بضيفك كابتن صبري. اهلا بيك حبيبي يا باشمهندس. انا بسعد دايما بمداخلاتك، وانت صاحب فكر كبير، وانا لسه يمكن من قبل مداخله حضرتك بقول ايقونه نادي المقاولين العرب الداعم دائما، يعني زي ما بيقولوا حائط الصد للكره في نادي المقاولين العرب. احنا بنتكلم عن الاستثمار، وانا يعني عايز اشوف مدى الفكر العالي لحضرتك من خلال تجربه الكابتن صبري سمير في نادي المقاولين العرب. شوف تعالى نتكلم بصراحه، الكره النهارده هي استثمار وفي كل شيء. الاستثمار الرياضي النهارده هو المجال الوحيد لوجود التمويل الكافي، وكمان النهوض بالرياضه. يعني يمكن انا ليا وجهه نظر، وانا بحيي كابتن صبري زمير على الفكره دي، لسبب ان انت النهارده الانسان لما بيدفع لشيء علشان يتعلمه اكيد بيفيده. لما يحس الوالد ولي الامر واللاعب نفسه ان في شيء بتمن، اعتقد ان النتائج هتبقى مذهله. يمكن هي دي بدايه، وانا متصور ان مع الوقت هتكون التجربه اعم واشمل. انا متصور مع الوقت ان هتفرز لعيبه جديده بفكر جديد، يمكن هو الحرص الاكثر على المواهب انها تاخد فرصتها كويس وتزدهر. ده وجهه نظري ان هذا النوع من الاستثمار الرياضي لو انتشر، وانا بحيي كابتن صبري لان هو اللي بداه، دي حقيقه. وانا لما بداوا السنه اللي فاتت يمكن بدانا باسعار مش عايز اتكلم فيها، هو انا كنت عايز اشوف التجربه. هو فعلا لازم نخوض التجربه عشان تشوف سلبياتها ايه وايجابياتها ايه. بعد كده بقى التوازن في المره اللي بعد كده والعام اللي بعدين، انما انا كنت بشوف التجربه على بال انها تجربه ناجحه، وده تخيلي ان الشيء اللي بيكلف بيتحافظ عليه، انما الشيء اللي بيجي بلاش يروح بلاش. دي وجهه نظر. فعلا فعلا وجهه نظر محترمه يا باشمهندس. طبعا انا بس عايز اقول حاجه للساده المشاهدين، ان كمان حضرتك عامل فكر تاني خالص، خاصه الاكاديميات الخارجيه، وابتديت تعمل في فتح ابواب وفي مفاوضات للاكاديميات الخارجيه كمان في افريقيا، نظرا لسمعه الشركة المقاولين العرب اللي بتاخد اعمال كتيره جدا في افريقيا، واسم محمد صلاح كمان. يعني انا يعني اسمح لي اهنيك، ولو في اي حاجه خاصه بالاكاديميات والفكر اللي حضرتك طرحته. يعني شوف انا بقول لك الاكاديميات النهارده، انا من وجهه نظري نظرا لكثره الاعداد وكثره المواهب، هي احدى الطرق الرئيسيه للبحث عن المواهب، لانك بتتوسع في كل المناطق وبتعمل توسع هائل جدا، بتقدر تشوف اكبر عدد من المواهب. خلي بالك دي نقطه. طبعا النقطه الاهم بقى واللي انا ببص لها حتى للدوله، انت بتبني شباب صحيح. كل ما بتكثر عدد الاكاديميات وتمتص طاقات من الشباب والاولاد في مجال كره القدم، بتبني انسان سليم، انسان سوي، بتقدر فعلا المجتمع يستفيد من الشباب ده على مدى طول خبراته القادمه.
كرة القدم لغة الشعوب كلها، كرة القدم لغة الأخلاق، لغة الاحترام، لغة بناء جسم سليم وعقل سليم. أعتقد الانتشار بتاع الأكاديميات بيحقق هذا الكلام. فعلا يا باشمهندس فعلا. واحنا اسمح لنا يعني في نهايه مداخلتنا بنهني الكابتن عماد النحاس على حصوله افضل مدير فني، وده يرجع لحضرتك ومجلس الاداره والقياده المحترمه في مجلس اداره نادي المقاولين العرب. هو لازم طبعا نكون مقتنعين تماما ان على راس القصه دي كلها هو المهندس محسن صلاح طبعا رئيس مجلس الاداره اللي بيدعم كل هذا الكلام، وبالتالي بنحقق النجاح نجاح ان شاء الله. انا حابب اوجه الشكر لحضرتك يا باشمهندس محمد والباشمهندس محسن صلاح بصراحه على الثقه الكبيره اللي انتم مديها لي، والحمد لله ان انا ادي الثقه ديت. وطبعا يسعدني ان انا اكون موجود ضمن المنظومه بتاع نادي المقاولين العرب، لان بصراحه نادي المقاولين العرب اسم كبير، وانا سعيد جدا ان انا موجود معاكم واتشرفت بيكم والله يا باشمهندس. وطبعا انت ابونا، يعني انت ابونا طبعا. بصراحه انت ما شاء الله عليك يا باشمهندس، نادي المقاولين العرب الكوره كلها انت حضرتك بتديرها بطريقه احترافيه وطريقه كويسه جدا، فانا بشكرك جدا يا باشمهندس والله، وببارك لحضرتك على الفريق الاول والنتائج المذهله الجميله ديت. فبصراحه اتمنى لك كل التوفيق بامانه. يعني انا اللي بشكرك وعلى الهوا بقول لما انت قدمت نموذج لمصر، يمكن لحد دلوقتي كثيرين ما بين مؤيد ومعارض، لكن انا بقول لك انا مع الوقت المواهب الحقيقيه هتظهر كتير قوي وهيبقى في حرص عليها لانها بتكلف. فانت قدمت نموذج ناجح وان شاء الله بعد وقت هيبقى منتشر في جميع انحاء مصر. ما تحرمش من كرم اخلاقك يا باشمهندس، والف شكر لمعاليك على المداخله الجميله ديت، وان شاء الله نتواصل دايما مع حضرتك، وان شاء الله هتكون ضيف لينا نستفيد اكتر مع حضرتك باذن الله. اسمحوا لنا نطلع فاصل، الوقت جري بينا، يعني انا بشكر كابتن صبر سمير، وان شاء الله هيكون لنا لقاءات كتيره جدا نتكلم بشكل افضل. واسمحوا لي اسلم بس الدرع للكابتن صبر سمير على حضوره لينا برنامج صوت الناشئين. تعال يا كابتن صبري. طبعا ده درع صوت الناشئين بنهديه للكابتن صبري واكبر نظرا لضيق الوقت. تفضل يا كابتن. اشكرك يا كابتن محمد. طبعا انا سعيد جدا ان انا موجود مع حضرتك النهارده، وبتمنى دايما التوفيق والنجاح دايما يا كابتن محمد والله. يا رب يخليك. بصراحه برنامج ممتاز بيظهر حاجات كتيره مش الناس مش شايفاها كويس، فبشكرك جدا على البرنامج. يا رب يخليك. انا اللي شرفت بوجودك. اعزائي المشاهدين انتظرونا في العاده الساعه السادسه، ونلتقي كل يوم ثلاثاء إن شاء الله الثلاثاء القادم في حلقة جديدة من صوت الناشئين. دمتم في أمان الله. شكرا، مع ألف سلامة.